حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من المواقع المحلية، ميليشيا الحوثي تفرض على المزارعين ضريبة الشمس. وفي الصحافة العربية، أهالي قرية في حراز يقتلعون 13,000 شجرة للقات. ومن أخبارنا المنوعة، أول رحلة جوية تجارية بين أثيوبيا والصومال منذ 40 عاما. أهلا بكم، والبداية من موقع المشاهد نت والذي عنون في تقرير خاص بذكرى 14 من أكتوبر. في ذكرى 14 من أكتوبر، تحذيرات من طمس مآثر الثورة بتفكيك الجنوب. وقال الموقع إن الجنوب الذي وحدته هذه الثورة وحررته من الاستعمار يعيش اليوم حالة انقسام وتجاذبات وصراعات تكبر وتتوسع يوما بعد آخر وسط حالة من التصعيد والتصعيد الآخر. أبناء الجنوب الذين هتفوا لهذه الثورة يأسفون أن تأتي ذكرى أكتوبر والوضع في الجنوب غاية في السوء. فالناس يفتقرون لكافة الخدمات ويواجهون الجوع والفقر، في حين أن القيادة السياسية الجنوبية تبدو منقسمة ومهتمة بتفاصيل الصراعات لا باستقرار الجنوب ووحدته. ويبدو أن هذه المرة وبسبب تصاعد حدة الصراعات لم تعر بعض الأطراف الجنوبية أي اهتمام بذكرى ثورة 14 من أكتوبر، واكتفى الكثيرون بإصدار البيانات والإعلان عن المواقف، في حين البعض الآخر دعا إلى إقامة الفعاليات بهذه الذكرى. ويذكر موقع الصحوة نت بالدور الذي قامت به المرأة اليمنية لإنجاح الثورة اليمنية في طرد المستعمر البريطاني، وعنون الموقع: المرأة اليمنية في ذكرى ثورة 14 من أكتوبر نضال متجدد وكفاح مستمر. وقال الموقع إن المرأة اليمنية مدرسة متكاملة من الوطنية والإرادة الحرة، ساهمت بشكل فعال في صنع يوم مجيد وثورة خالدة في 14 من أكتوبر بصورة تتفاخر بها الأجيال اليمنية جيلا بعد جيل وعام بعد عام. كافحت المرأة اليمنية وأسهمت في مختلف أشكال النضال التحرري منذ اللحظات الأولى لثورة أكتوبر، وناهضت الاحتلال من خلال حملات التوعية السياسية في الأوساط الاجتماعية والجمعيات الخيرية ومرافق العمل المختلفة. وعملت المرأة على تأجيج الشارع والنزول اليومي لتوزيع المنشورات الثورية بكل شجاعة، إلى جانب قراءتها للبيانات السياسية عبر مكبرات الصوت من منابر المساجد، ومحاولة رفع القهر عن أسر المعتقلين من الفدائيين والسياسيين بشتى الوسائل والطرق الممكنة رغم الاعتقالات. بين الفعل الثوري والفعل الثأري، تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في الموقع بوست. الذكرى 55 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة لن تكون مجرد حكاية تسرد على نحو لا يمكن أن تنصف معها التضحيات التي قدمت على طريق انتصار هذه الثورة، إذا لم نبحث فيما تحمله الحكاية من دروس وعبر. لو لم يتبقى من الثورة سوى هذه المكاشفة الثورية، لأمكننا القول أن الثورة لا تزال زاخرة بعوامل ديناميكية تتجدد بها عند كل انتكاسة، وأنها لا تزال حاضرة في وجدان الناس وثقافتهم، وأن ما تعرضت له من تحديات لم تكن سوى صورة من صور التدابير الخاطئة التي ستواصل الثورة تسوية مسارها من خلال تصحيحها. لكن أخطر ما يصيب الثورة من انتكاسات هو أنه عندما يصبح الحماس الذي تشعله الذكرى غير موصول بالوعي والثقافة الثوريين اللذين لا تنتقل الثورة عبر الأجيال إلا بهما، وخاصة عندما لا يتأسس في الأرض واقع صلب يشي بأن حراكا ثوريا قد مر ذات يوم من هنا، فإن الذكرى في هذه الحالة لن تستطيع أن تربط الأجيال بعجلة الثورة، مما يهدد بفقدان الذاكرة نهائيا بعد أن تتحول إلى مجرد طقوس لا تحمل غير معنى واحد وهو الانتكاسة. باستعادة هذا المشهد الذي انعكس بعد ذلك في صراعات لم تنتهي، يتبين لنا كم كانت الأيديولوجيا الطاردة للتفاهم الوطني لهذه القوى الحاملة لمشعل الحرية
قوة سلبية في المجرى العام للثورة، تنتهي دورات العنف والإقصاء إلى حقيقة مفادها أن العنف والإقصاء في الحياة السياسية قد أساء إلى الوطن وإلى الثورة وإلى دم الشهداء، وخربا الفعل الثوري البناء وحولاه إلى فعل ثأري هادم. لا يبدو أن الجميع قد تعلم من هذه الحقيقة التي غرق فيها بلدنا، وإذا لم نتعلم الآن فمتى سنتعلم؟ نوع جديد وغريب من الضرائب التي تفرضها ميليشيات الحوثي على المواطنين أينما كانوا، عنوان موقع رأي اليمن. ميليشيا الحوثي تفرض على المزارعين ضريبة الشمس. كشفت مصادر محلية في صنعاء فرض ميليشيا الحوثي إيتاوا مالية جديدة على مزارعي محافظة صنعاء. أوضحت المصادر أن مزارعي محافظة صنعاء وبعد ارتفاع أسعار الديزل وتجاوز ثمن البرميل من 120 ألف ريال لجأوا إلى استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل مضخاتهم الزراعية لري محاصيلهم ومنتجاتهم الزراعية. وحسب مصادر محلية متطابقة وشهود عيان، فرضت ميليشيا الحوثي على المزارعين بسبب ذلك ضريبة للسماح لهم باستغلال الشمس وتحويل طاقتها إلى كهرباء. وفرضت الميليشيا ما تسميها رسوما تتراوح بين 30 و 40 ألف ريال شهريا للسماح بتركيب واستخدام الطاقة الشمسية بدل الديزل لتشغيل مضخات الآبار. خدم آلاف المتعاقدين وكان الوحيد الذي يمنحهم الابتسامة والأمل في مكتبه في وزارة الخدمة المدنية عبر الحديث معهم والتخفيف عنهم أثناء إحساسهم بالإحباط من عدم حصولهم على وظيفة. أصبح اليوم بعد كل تلك السنوات سجينا لدى الحوثيين ويشعر بالجوع، وعنوان موقع المصدر أونلاين. الناشط السياسي علي الشرعبي يضرب عن الطعام في معتقل الحوثيين. وقال الموقع إن الموظفين في الخدمة المدنية بدرجة مدير إدارة والناشط في المجال السياسي علي الشرعبي بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام فيما تتدهور حالته الصحية بعد نحو 3 أسابيع من اختطافه من قبل ميليشيا الحوثي. ويستند الموقع الإخباري إلى ما كانت قناة بلقيس قد نقلته عن مصدر حقوقي قوله إن الشرعبي أضرب عن الطعام احتجاجا على استمرار اختطافه وقيام الميليشيا بتصويره في زنازينهم تحت إرهاب أسلحتهم. وحمل ناشطون حقوقيون ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الشرعبي، داعين الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية إلى الضغط من أجل الإسراء في إطلاق سراحه. وكانت ميليشيات الحوثي أظهرت اعترافات للناشط الشرعبي في فيديو مسجل نشرته قناة المسيرة تابعة للحوثيين بأنه يتزعم خلية إرهابية لدول التحالف في صنعاء، وأنه يتزعم جماعة رياح السلام التي تدعو للثورة ضد الحوثيين. في مثل هذا اليوم قبل عامين كان يوسف عجلان يقضي يومه الثاني في سجون ميليشيا الحوثي بعد أن أخذ من جوار منزله ومن بين أسرته بدون ذنب وبقي في المعتقل لأشهر. وقد تذكر جزءا من تفاصيل ما حدث وقال عجلان الذي أفرج عنه ضمن صفقة تبادل أسرى: نقلت إلى قسم شرطة الحميري القريب من المنزل وهناك بقيت 4 ساعات دون أي تحقيق أو سؤال، لكنهما منعاني من إجراء أي اتصال بعدما أخذا هواتفي وما في جيبي. أبو هاشم قائد القسم اتصل بجهة أخرى عندما وصلوا الواحدة صباحا إلى الحميري وطلبوا فتح تحقيق سريع معي وأيضا المضبوطات التي كانت بحوزتي. وقام أحدهم بتصويري عبر هاتفي وإرسالها إلى طرف آخر، ربما كان الشخص الذي أكد لهم أنني يوسف عجلان. نقلت إلى سيارة تاكسي، معي 2 مسلحان، وبسرعة كبيرة كانت السيارة عاكسة للشارع الرئيسي من أجل إيصالي إلى البحث الجنائي في شارع العدل. عند البوابة تم إبلاغ الحراس أنني شخص مطلوب لأبو رائد الذي عرفت لاحقاً أنه مسؤول البحث الجنائي عن الحوثيين. أدخلت إلى حوش مفتوح وبداخله أكثر من 50 شخص جميعهم لديهم سوابق جنائية. جلس السجناء حولي يسألوني عن سبب اعتقالي وحينما أخبرتهم لم يصدقوا. في ذلك الحوش البارد في الشتاء لم يعطوني بطانية أو فراش وقضيت ليلتي الأولى على الرصيف دون أن أنام. خلال تلك الليلة استرجعت كل شيء، معنى حياتي التي أصبحت في قبضة جماعة مجرمة.
تألمت ليس على نفسي بل على أبي وأمي اللذين لا أعلم كيف سيكون حالهما حين يسمعان الخبر. خشيت أن يحدث لهما مكروه بسبب اعتقالي، أعلم مدى حبهما لي ولإخوتي وما قد يضرهما بسبب سماعهما الخبر. كنت أتمنى أنني لم أكن يومها ولدهم حتى لا يتألموا لخبر اعتقالي أو لزوجتي التي تحمل في بطنها طفلي الثاني، وكيف ستكون ردة فعلها حين تنزل إلى الشارع من أجل أن تذهب معي لبيت أهلها فتتفاجأ بعدم وجودي ثم يصلها خبر اعتقالي، أو لإخوتي، لمن لهم في حياتي محبة، لأصدقائي، لكنها هي الحياة هكذا. على الرغم من أهمية شجرة القات لدى غالبية اليمنيين وانتشار زراعة هذه الشجرة في أرجاء اليمن، إلا أن بعض سكان مدينة حرازة الواقعة جنوب غرب مدينة صنعاء عمدوا إلى اقتلاعها وزراعة بعض النباتات المفيدة في خطوة وصفت بالجريئة وتعنون صحيفة العربي الجديد: يمنيون يقتلعون أشجار القات. عباس المعقابي أحد وجهاء المنطقة يوضح أن اقتلاع شجرة القات يأتي استجابة لدعوة سلطان طائفة البهرة في اليمن محمد برهان الدين، الذي دعا مرارا إلى ضرورة التخلص من أشجار القات والاهتمام بزراعة البن وتسويقه في الخارج كونه منتجا عالميا يعود بالفائدة على الوطن. تعرف منطقة شرق حراز بخصوبتها وجودة البن الذي يزرع فيها، ويوضح المعقابي أن نحو 75% من تلك الأراضي صالحة لزراعة هذا المنتج الزراعي الهام. يضيف للعربي الجديد: عملنا على اقتلاع شجرة القات ونحن اليوم نزرع البن في كثير من المناطق شرق مدينة حراز، مشيرا إلى اقتلاع 13,000 شجرة في قرية جرمة وكل أشجار القات في قرية صعود، وقد تعاون جميع المواطنين في تنفيذ هذه المهمة على مراحل. وعلى الرغم من أن عبد الرحمن الثلاية وهو أحد الذين يمضغون القات بشكل يومي إلا أنه بارك هذه الخطوة ومن يقومون بها، يقول للعربي الجديد: إن هذه مبادرة مجتمعية مباركة للتخلص من الآفة التي تتسبب بمشاكل اجتماعية في اليمن بعدما توزعت زراعتها على حساب المحاصيل الزراعية الأخرى ذات الجدوى الاقتصادية. وبحسب دراسات محلية صادرة عن منظمات مدنية، ينفق اليمنيون على القات سنويا نحو 2 مليار دولار، كما أن معظم البالغين اليمنيين من الرجال يمضغون القات في فترة تصل إلى 4 ساعات يوميا. فن العيش الحكيم. تحت هذا العنوان كتب إبراهيم غرايبة مقاله المنشور في صحيفة الغد، مضيفا في جزء من المقال: يرى شوبنهاور الحياة قابلة أن يعيشها الإنسان بمفرده، فالإنسان لا يحتاج ليعيش سوى لا يموت، أي الطعام والشراب والكساء والصحة والمأوى، وما عدا ذلك مما يبذل الناس لأجله معظم مواردهم وأوقاتهم لا يحتاجون إليه ولا يضيف إليهم شيئا. فالحياة البشرية محكومة بثلاثة شروط: الكينونة، ما نحن إياه، شخصية الإنسان بمعناها الشامل وتشمل الصحة والقوة والجمال والمزاج والطبع والذكاء، والحيازة، ما نملكه من أشياء، والتمثلات، ما نمثله في أعين الآخرين وموازينهم. الحياة أساساً أن تكون أنت، وفي ذلك فإن حظوظ الناس في معايشة حياة الكينونة مفتوحة على الممكن ويتساوون فيها، لكنها غالباً تكون من نصيب الأغنياء بدواخلهم وليس بأموالهم. وكان سقراط وهو يتأمل السلع الغالية المعروضة للبيع يقول: كم من حاجة لست بحاجة إليها. ذلك أن الشرط الأول والجوهري لسعادتنا هو ما نحن إياه، هو طبعنا أولا وأخيرا. فالسعادة تقاس بما في الإنسان لا بما عنده. يقول شوبنهاور: إن الإنسان يعكس في سعيه إلى التجمع مع من يشبهه في فراغه الداخلي وصغر عقله ومحدودية ذكائه، ووحدهم الأغبياء والبلهاء يلهثون وراء المكانة الاجتماعية القائمة على الغنى والثروة. هكذا فإن 9 أعشار السعادة كما يقول شوبنهاور هي الصحة، والسعادة في مجملها أو مجموعها هي ما نملكه من نعم ذاتية: الطبع النبيل والعقل الراجح والمزاج الرائق والنفس المرحة والجسم السليم. ويجب أن نصون هذه النعم وننميها بدل اللهث وراء النعم الخارجية ومظاهر الشرف والأبهة. والعدوان اللدودان لسعادة الناس هما الألم والملل، ولا علاج للبؤس إلا الثراء الداخلي،
ثراء العقل والروح. وكما تكون الدول المكتفية هي الأكثر سعادة، فإن الفرد كذلك. هبطت طائرة تابعة لشركة ناشونال إيرويز الأثيوبية في مطار مقديشو الدولي يوم السبت، آتية من أديس أبابا في أول رحلة تجارية بين أثيوبيا والصومال منذ 41 عاما، في مؤشر إضافي على تحسن العلاقة بين الجارين في القرن الأفريقي، ومؤشر على استعادة القارة السمراء حياتها. وعنونت صحيفة البيان: أول رحلة جوية تجارية بين أثيوبيا والصومال منذ 40 عاما. وأوضح مسؤولون أن ناشونال إيرويز، وهي شركة طيران أثيوبية خاصة، دشنت بهذه الرحلة خطا مباشرا بين أديس أبابا ومقديشو، ستسير عليه 4 رحلات أسبوعيا. وقال مالك الشركة أبيرا ليمي خلال حفل أقيم في مقديشو: إن هذا يوم تاريخي بالنسبة لنا، نحن الذين نطلق هذه الرحلة المباشرة بين أديس أبابا ومقديشو. لم يكن الأمر سهلا، فقد حاولنا عدة مرات لكننا نجحنا في النهاية. وكانت الخطوط الجوية الأثيوبية أطلقت في يوليو أولى الرحلات الجوية المباشرة بين أثيوبيا وأرتيريا بعد توقف دام نحو عقدين من الزمن إثر النزاع العسكري الذي دار بين البلدين من 1998 ولغاية 2000، وأوقع نحو 80,000 قتيل. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الجارديان البريطانية، وتغطي العديد من مناحي الحياة بمباهجها وأحزانها. نتابع الصور. الكاريكاتور مهرب للكثير من أصحاب الرأي للتعليق حول أحداث ما بطريقة ساخرة ربما، لكنها تحمل الكثير من المعاني والتي أحيانا لا تستطيع الكلمات حتى التعبير عنها. مجموعة من هذه الرسوم نتابعها في جولتنا لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.